المكان وكان له في الحضور عنوان، دلوقتي أصبح أثر تاريخه يحكي اللي كان، هرم مسلة ومئذنة وتاريخ كبير وزمان، فرعنة ومقدون وصين ومن رومان واليونان، هنزور مكان ومكان وإحنا بصحبة فلان. صوت العرب من القاهرة يقدم زيارة المكان بصحبة فلان. زيارة المكان بصحبة فلان، معكم فيها اليوم شاهد البيلي خبير سياحي ومستشار سفريات. زيارة المكان بصحبة فلان، إعداد وإخراج سعدية حسين. النهاردة هكون معاكم في جولة جديدة لواحدة من المدن الجديدة اللي في مصر، وإن شاء الله هاخدكم في جولة كده إن احنا نبدأ نستكشف المدينة دي ونبدأ نشوف أهم المعالم اللي فيها زي ما تعودنا مع بعض، وأهم المظاهر السياحية الموجودة فيها. النهاردة هنروح لمدينة واحدة من مدن الجيل الأول اللي في مصر، وهي مدينة دمياط الجديدة. مدينة دمياط الجديدة هي واحدة من المدن الحديثة اللي يعني تم إنشائها في مصر، وبتمثل طبعا كل عناصر الجذب السياحي والتكنولوجي، ومدينة معمولة بأحدث الأساليب الإنشائية. وطبعا احنا هنبدأ نتعرف على أهم المدن وأهم المناطق اللي فيها، لأن هي طبعا بتضم كتير من المناطق السياحية، وكمان تقسيم العمراني بتاعها كمان كبير، فهنبدأ نتعرف عليها وإن شاء الله تعجبكم، لأن هي من أكتر المدن اللي في ناس كتير حتى فينا ما يعرفوش عنها حاجة. طبعا مدينة دمياط الجديدة يمكن كتير من الناس هم عارفين مدينة دمياط أو محافظة دمياط، اللي هي مدينة دمياط طبعا القديمة اللي احنا عارفينها ومشهورة بالأساس وكل ده، لكن طبعا مدينة دمياط الجديدة هي جنبها على نفس ساحل البحر الأبيض المتوسط، ولكن طبعا بينها مسافة طبعا وبين مدينة دمياط القديمة اللي احنا عارفينها. طبعا مدينة دمياط الجديدة انشأت بقرار رئيس مجلس الوزراء لسنة 1980، وهي من مناطق الجذب السياحي الواعدة، وطبعا بتمثل انجاز عملاق جدا في مجال التعمير وانشاء المجتمعات العمرانية في مصر. وكمان طريقة انشاء مناطق الانطلاق العمراني اللي فيها في مراكز جديدة تصلح لتوطين المشروعات، وطبعا مع الزيادة السكانية من غير ما يبقى فيه تعدي على الأراضي الزراعية. دي كانت فكرة أو سبب إنشاء المدينة. تاريخ تأسيسها طبعا ما قلنا، هي طبعا أسست في عام 1980. التقسيم الإداري بتاعها طبعا تقع في محافظة دمياط على ساحل البحر الأبيض المتوسط، إنما طبعا مدينة دمياط العادية أو القديمة اللي احنا عارفينها هي بتقع طبعا على نهر النيل قريبة من مدينة راس البر، لكن احنا بنتكلم على مدينة دمياط الجديدة هي بتقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وطبعا هي كمان مساحتها كبيرة جدا، كمان هي مفيهاش حتة الازدحام السكاني أو الزحمة طبعا اللي احنا متعودين عليها في معظم المدن القديمة. فدي ميزة برضو في مدينة دمياط الجديدة، إن أي حد بيبقى عايز يروح يبعد عن الزحمة وعن المناطق التكدس السكاني بيبدأ يروح لمدينة دمياط الجديدة. الأهداف اللي اتعملت عشانها المدينة أو كان سبب إنشائها، طبعا أول حاجة الحد من نمو السكاني وطبعا التوسع على حساب الأراضي الزراعية. تاني حاجة كانت استيعاب الخدمات اللي بيحتاجها كل الناس اللي بتسكن في محافظة دمياط، إن يبدأ يبقى فيه خدمات جديدة علشان تبدأ تكفي الناس وتبدأ تكون بتديهم إشباع لكل احتياجاتهم اللي ممكن يحتاجوها في المناطق دي، زي طبعا الجامعة وزي المناطق الصناعية وغيرها طبعا. فكان ده سبب إنشاء مدينة دمياط الجديدة. كمان في تنمية قطاع السياحة والاستفادة من شاطئ اللي بيقع على البحر الأبيض المتوسط، يعني كان برضو هم عايزين يستفادوا من وجودها على ساحل الأبيض المتوسط، إن يبدأ يبقى فيها كمان إن تبقى مدينة سياحية طبعا على أعلى مستوى. كمان فكرة ان هي تكون كمان خليط بين السياحة وبين التجارة وبين كمان الجزء اللي هو زي ما قلنا العمراني او الانشائي. فطبعا زي ما احنا شايفين مدينة دمياط الجديدة هي عبارة عن عدة اهداف كانت سبب انشاء المدينة، وتمت المدينة على هذا الاساس،
وطبعا كان فيها كتير من المقومات اللي قدرت ان هي تخدم الاهداف دي. مدينة دمياط الجديدة تقع في شمال محافظة دمياط وعلى ساحل البحر الابيض المتوسط بطول 5 كيلو، تبعد طبعا حوالي 4.5 كيلو الى الغرب من ميناء دمياط الجديدة. كمان تحيط بالمدينة من الشرق والجنوب بساحات خضراء ذات طبيعة جذابة جدا متمثلة في غابات النخيل واشجار الفاكهة، مكونة طبعا ان هي تبقى موقع سياحي فريد. طبعا الطريق الدولي الساحلي، الطريق الدولي الساحلي هو طريق يربط الغرب العربي بالشرق العربي عن طريق سيناء، وطبعا بيمتد بجوار شاطئ البحر المتوسط، ويعني بيعتبر من خلال شاطئ مدينة دمياط الجديدة ان هي تجعل الطريق سهل ويبقى فيه حركة نقل ومواصلات اسهل ما بين ميناء دمياط الجديدة والاسكندرية واسرع. فده بالنسبة للطريق الدولي الساحلي طبعا اللي احنا اتكلمنا عنه. كمان بالنسبة للطقس بتاع المدينة، هي تتبع من حيث المناخ منطقة البحر الابيض المتوسط، يعني بتبقى حارة جافة صيفا ومعتدل ممطر شتاء. فالطقس كمان بتاع مدينة دمياط الجديدة هو طقس معتدل جدا، بيساعد كمان الناس ان هي تبدأ تخرج في الصيف او في الشتاء. هنتكلم عن جزئية تانية هي فكرة الخدمات اللي موجودة في المدينة. كل الخدمات اللي ممكن يتخيلها سواء كمقيم او كسائح موجودة في مدينة دمياط الجديدة، زي ما احنا قلنا في اول كلامنا ان هي معمولة بطراز حديث عالمي يجمع ما بين التكنولوجيا وفي نفس الوقت يجمع ما بين عدم الزحمة او عدم التكدس. فأي إنسان طبعا بيحب إن هو يكون في مدينة ما فيهاش تلوث ما فيهاش زحمة كتير ممكن يروح لمدينة دمياط الجديدة بما تمتلكه من خدمات طبعا ومرافق على أعلى مستوى طبعا وبنية تحتية حديثة. بنتكلم على فكرة خدمات الموجودة فيها. عندنا بالنسبة للجامعات طبعا في جامعة دمياط وهي الأشهر، عندنا كمان قرية اسمها القرية الذكية. طبعا القرية الذكية يعني كانت فكرتها موجودة في بداية انشاء مدينة دمياط الجديدة، هي عبارة عن عدة اراضي طبعا تجمع شركات الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات والمؤسسات الحكومية المرتبطة طبعا بالصناعات الموجودة في مدينة دمياط الجديدة، اسمها طبعا القرية الذكية. كمان دلوقتي لما نيجي نتكلم على الخدمات بقى، عايزين نمسك نشوف ايه طبعا الخدمات اللي موجودة في مدينة دمياط الجديدة، هنلاقي كل الخدمات اللي ممكن تتخيلها موجودة في مدينة دمياط الجديدة عشان تكون واحدة من اهم المدن السياحية في مصر. في فنادق طبعا، في هالماركت، في قصر الثقافة، في نوادي رياضية ومراكز شباب، مستشفيات ووحدات اسعاف، بنوك، جامعات ومعاهد، مدارس للتعليم الاساسي، شواطئ ومتنزهات. وطبعا هنبدأ ناخد كل حاجة من الحاجات دي على حدة. طبعا لما نيجي نتكلم على اهم مناطق وشوارع مدينة دمياط الجديدة، طبعا مدينة دمياط في الاونة الاخيرة بقت من اكثر المناطق الساحلية حيوية، وكمان بتتمركز فيها خدمات في مختلف الاحياء والمناطق الموجودة بيها. طبعا من اهم المناطق دي المنطقة المركزية، وطبعا بيقع فيها جهاز دمياط الجديدة والمستشفيات والاستاد وشركة الكهرباء والحديقة المركزية وغيرها من الخدمات العامة. طبعا عندنا حي اسمه الحي الاول، بيحتوي على مدارس ومراكز تسوق ومستشفى الازهر. عندنا الحي الثاني طبعا بيضم كليات ونوادي وجامعات. عندنا الحي الثالث طبعا يتكون بشكل كبير من مناطق سكنية. عندنا الحي الرابع يوجد به العديد من المدارس. عندنا الحي الخامس طبعا يتميز في الاسكان المتميز والمناطق الصناعية في جنوب شرق المدينة، وتضم حوالي 600 مصنع. عندنا منطقة شاليهات على البحر مباشرة. طبعا شارع حسب الله الكفراوي المعروف طبعا ومن اشهر الشوارع المعروف باسم شارع الصعيدي، ده يمكن اشهر شارع موجود في مدينة دمياط الجديدة.
طبعا مدينة دمياط الجديدة بتضم مجموعة كبيرة جدا من شواطئ الساحلية والشواطئ المهمة والشهيرة طبعا كمان والمتنوعة بكل خدماتها، زي شاطئ دمياط الجديدة ده يمكن أهمهم أو أشهرهم، في شاطئ أم الرضا، عندنا كمان استراحة البارون أو شاطئ دمياط الجديدة ده موجودة برضو فيه، عندنا كمان نادي أولمبيا الرياضي، كمان في أطلانتس ريزورت أو منتجع أطلانتس ده مشهور جدا، في كمان اللي هو شاطئ النخيل، طبعا شاطئ النخيل من أشهر الشواطئ كمان موجودة، وفي كمان الحديقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة، دي يمكن أشهر حديقة موجودة في مدينة دمياط اسمها الحديقة المركزية، دي طبعا عبارة عن مساحات خضراء كبيرة، عبارة عن متنزهات، طبعا كل أيام الأسبوع في عائلات كتير بتروح هناك، يمكن هو من أكبر الحدائق الموجودة في مصر هي الحديقة المركزية في مدينة دمياط الجديدة. لما نيجي نتكلم كمان على السياحة الدينية أو على فكرة المساجد، عندنا أكتر من مسجد مشهور موجود في مدينة دمياط الجديدة، ومساجد كمان كبيرة جدا أكبرهم طبعا مسجد الدعوة، في مسجد الرضوان، في مسجد المعز، دول أشهر ثلاث مساجد موجودين في مدينة دمياط الجديدة. هنيجي برضو نتكلم على حتة التسوق ومراكز التسوق الموجودة في مدينة دمياط الجديدة، هنلاقي كمان ان مدينة دمياط الجديدة فيها كتير من المولات والاماكن اللي فيها طبعا محلات الملابس وفيها مطاعم وفيها كمان الملاهي او اماكن العاب الاطفال او كل مراكز المبيعات الموجودة يعني بشكل عام، فبكده تكون مدينة زي ما احنا قلنا متكاملة من شواطئ ومن مولات ومساجد. هنيجي على جزء تاني مهم وطبعا بيكمل الخدمات الموجودة في اي مدينة حديثة، وهي المستشفيات. مدينة دمياط فيها كتير من المستشفيات طبعا على كل النواحي الطبية الحديثة، وكمان يعني بتناسب كل كمان المستويات. برضو كنا عايزين نتكلم على اهم الميادين الموجودة في مدينة دمياط الجديدة، في عندنا في مصر عدة ميادين طبعا، او في مدينة دمياط الجديدة عدة ميادين، من اشهرها ميدان دار مصر، وهو طبعا على شكل جداري بتقاطع الطريق الساحلي الدولي مع طريق البحر، ده يمكن من اشهر الميادين الموجودة في مدينة دمياط الجديدة هو ميدان دار مصر. عندنا كمان ميدان الزهور، ميدان الزهور طبعا هو من اسمه حتى او معظم ميادين هي مستمدة من اسمها، فميدان الزهور هو على شكل زهور وطبعا بيقع في جنوب استاد دمياط الجديدة. عندنا طبعا ميدان الكرة الارضية، هو على شكل كرة ارضية وبيقع امام الحي الثالث على الطريق الساحلي الدولي. كمان عندنا ميدان الموسيقى، طبعا هو زي ما قلنا مستمد برضو من الاسم، على شكل آلة موسيقية وبيقع في جنوب الحي الرابع. كمان في ميدان اسمه ميدان الشراع، وهو على شكل شراع طبعا ويقع في تقاطع ألف اتنين مع شمال الحي الأول. كمان في ميدان اسمه ميدان الشمس، وهو على شكل قرص شمس وبيقع في جنوب الحي الأول. ميدان برضو مشهور في مدينة دمياط الجديدة هو ميدان السلام، وعبارة عن عمود مثبت عليه حمامة السلام ويقع جنوب الحي الثالث. كمان في ميدان الساعة، وميدان الساعة هو على شكل ساعة ويقع أمام جامعة دمياط. كمان ميدان المستشفى العسكري، وميدان المستشفى العسكري من أشهر الميادين الموجودة في مدينة دمياط الجديدة وبيقع أمام المستشفى العسكري. كمان في ميدان تحيا مصر، وبيقع أمام البوابة الغربية لمشروع دار مصر. كمان في ميدان الشهيد، ويقع في تقاطع طريق ألف اتنين مع شمال الحي الرابع. في كمان ميدان اسمه ميدان الدولفين، وهو على شكل دولفين ويقع في مدخل البحر الشرقي. دول أشهر الميادين الموجودة في طبعا مدينة دمياط الجديدة، وطبعا احنا شايفين ان اسامي الميادين هي اسامي سياحية وكمان اسامي تدل على البهجة، ويعني حاجات كمان معمولة بشكل حديث جدا، فدي طبعا أشهر الميادين الموجودة في مدينة دمياط الجديدة.
حابب اتكلم برضو عن جزئيه مهمه جدا، وهي فكره اهم شارع. طبعا هو يعني اي مدينه في الدنيا بيكون فيها شوارع رئيسيه، وهي الشوارع الحيويه. طبعا الشارع الحيوي والاشهر على الاطلاق في مدينه دمياط الجديده هو شارع الصعيدي او شارع الكفراوي. يعني في ناس بتسميه شارع الصعيدي وفي ناس بتسميه شارع الكفراوي. شارع الصعيدي او الكفراوي هو شارع طبعا بيتلاقى فيه معظم الشوارع المؤدية طبعا بتأدي لشارع الصعيدي. شارع الصعيدي هو كله شارع سياحي، طبعا كله عبارة عن كافيهات، عبارة عن مطاعم، عبارة عن محلات او مراكز تسوق. يمكن هو اشهر شارع موجود في مدينة دمياط الجديدة، هو الاكثر ازدحاما، وطبعا كل المصيفين وكل السياح لما بيجوا لازم يروحوا شارع الكفراوي او شارع الصعيدي في مدينة دمياط الجديدة. طبعا لما نيجي نتكلم على مدينة دمياط الجديدة عايزين نقول برضو ان هي المدينة معمولة بطراز اوروبي. يعني بمعنى ايه؟ معظم البيوت اللي فيها او العماير اللي فيها معمولة بشكل يتماشى مع الطابع الاوروبي زي المدن العالمية. طريقة المباني بتاعها اقرب الى الستايل الاوروبي الفرنسي او الانجليزي. فهنلاقي ان شكل المدينة وهي حديثة النشأة وفي نفس الوقت بالطريقة دي تحس ان انت كمان عايش على ارض يعني جديدة. طابع بتاعها طابع يمكن هو الاجمل من انا بشكل شخصي، يمكن من اجمل المدن اللي روحتها، وكمان انبهرت ان احنا عندنا في مصر مدينة بهذا الجمال. طبعا موقع دمياط الجديدة اهم ما يميزها طبعا ان هي بتطلع على ساحل البحر المتوسط، طبعا شمال محافظة دمياط الحالية. وزي ما قلنا ان بعدها عن ميناء دمياط بحوالي 4.5 كيلو ادها طابع ان هي تكون الموقع بتاعها يكون مميز جدا ويكون ذات اهمية بالغة. طبعا يمكن طبعا الوصول للمدينة بسهولة جدا من خلال الطريق الدولي الساحلي اللي احنا قلنا عليه من شوية، واللي بيربط ما بين الشرق والغرب مرورا طبعا بسيناء. احنا قلنا كمان ان مدينة دمياط الجديدة انا بعتبرها مدينة عالمية متكاملة، وطبعا هي بتشتهر ان الشوارع بتاعها واسعة وفي نفس الوقت كلها عبارة عن اشجار ومساحات خضراء. وطبعا المدينة تحولت الى منطقة جذب سياحي هامة جدا، لانها شهدت على انجاز عملاق في مجال التطوير من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. فبكده المدينة زي ما احنا قلنا فيها عدة عناصر جذب سياحي. لما نيجي نتكلم على المواقف او الاماكن اللي هي خاصة بوسائل المواصلات، عندنا 2 موقف في مدينة دمياط الجديدة. موقف في اول المدينة في الناحية الغربية، وموقف تاني في الناحية الشرقية. يعني انت حابب تركب من هنا حابب تركب من هنا على حسب، لان طبعا زي ما احنا قلنا المدينة كبيرة جدا. ففكرة ان يبقى في موقفين في نفس المدينة ده طبعا لتسهيل عملية الحركة وتسهيل كمان على السياح ان هو يركب من المكان اللي يناسبه اللي رايحه. مدينة دمياط الجديدة كمان فيها كل المحافظات، يعني اي محافظة انت عايز تروحها من دمياط الجديدة او تيجي فيها موجودة برضو في الموقف. فبكده طبعا كل الشركات طبعا النقل او الباصات السياحية طبعا موجودة في مدينة دمياط الجديدة. فبكده تبقى عملية النقل او التنقل من محافظات مصر لمدينة دمياط الجديدة سهلة جدا وما فيهاش اي مشكلة خالص. طبعا لما نيجي نتكلم على الصناعة او الجزء الصناعي في مدينة دمياط الجديدة، عندنا منطقة اسمها المنطقة الصناعية. وطبعا المنطقة الصناعية فيها حوالي عدد مصانع كبير جدا، حوالي 444 مصنع، وطبعا في كمان مصانع تحت الانشاء حوالي 36 مصنع. طبعا الصناعات المختلفة اللي موجودة في مدينة دمياط الجديدة مثل صناعة الاساس والجلود والاغذية والالبان والحلويات، وطبعا النسيج والتخزين، والصناعات الهندسية والميكانيكية والكيماوية، وكمان في ورش للشباب.
فبكده نلاقي ان مدينة دمياط الجديدة مدينة صناعية فيها كل الصناعات اللي انت ممكن تتخيلها، وطبعا ابرزها الاساس والجلود والاغذية. كمان الجزء الاستثمار طبعا او الاستثمارات تشمل مدينة دمياط الجديدة وخدمات دمياط وميناء دمياط، فطبعا فيها استثمارات كتير كمحافظة كمستقبل بالنسبة للمدينة. لما نيجي نتكلم كمان على القطاع المرافق والبنية الأساسية، في محطات تقنية طبعا للمياه كمان اللي بتحاول أو إن هي بتغذي المدينة بمياه الشرب، كمان فيها شبكات مياه بطول 727 كيلو. لما نيجي نتكلم على جزء القطاع الخدمات او القطاعات التعليمية، قلنا ان مدينة دمياط فيها طبعا جامعة دمياط، وجامعة دمياط هي من اشهر الجامعات الموجودة في مصر طبعا. يعني جامعة دمياط فيها حوالي 10 كليات، وكمان في جامعة الازهر في 3 كليات، كمان في معاهد ازهرية. طبعا دي معظم الخدمات التعليمية الموجودة. طبعا كمان فكرة الوجود الاماكن الثقافية او الرياضية او الترفيهية، في كمان قصر ثقافة موجود في مدينة دمياط الجديدة، في كمان مكتبة وحديقة طفل اسمها مكتبة مصر العامة، وكمان عندنا كتير من النوادي زي نادي المستقبل الرياضي، في طبعا مركز شباب ونادي رياضي مشهور كمان في مدينة دمياط الجديدة، في طبعا ملاعب مفتوحة، عندنا كمان حديقة عامة اللي احنا قلناها من شوية هي الحديقة المركزية، هي عبارة عن عدد من المسارح والمناطق الخضراء والملاهي والمطاعم. كمان في حديقة مفتوحة اللي هي الساحل والحي الرابع، فده أهم المناطق المتنزهات والخدمات السياحية الموجودة في مدينة دمياط الجديدة. كمان كنت حابة أتكلم عن ميناء دمياط. ميناء دمياط يمكن عشان هو قريب طبعا من مدينة دمياط الجديدة، طبعا ميناء دمياط بيمثل الخدمات بتاعته وكمان الموقع بتاعه واهميته، كمان ادت اهمية لمدينة دمياط الجديدة، ففي ناس كتير بتيجي تعيش في مدينة دمياط الجديدة لان هي بتبقى شغالة مثلا في ميناء دمياط طبعا، او كمان الناس اللي بيجوا بيبقى لهم شغل اللي بيجوا طبعا يعيشوا في مدينة دمياط الجديدة، يقعدوا في الفنادق يبدأوا يروحوا متنزهات. فقرب ميناء دمياط من مدينة دمياط الجديدة اضاف ليها اهمية كبيرة، وخلق فيها نوع من انواع العمار، او ان يبقى فيها طبعا مع الوقت طبعا او بمرور السنين كتير من السكان اللي بيجوا يعيشوا في مدينة دمياط الجديدة. عايز اتكلم برضو عن القرية الذكية اللي احنا قلنا عليها من شوية، وطبعا القرية الذكية موجودة في امتداد منطقة الشاليهات، والشاليهات الموجودة هناك طبعا زي ما احنا قلنا موجودة بطراز اوروبي وطابع اوروبي جدا في المنطقة دي. القرية الذكية طبعا قلنا ان هي بتضم على كل المصالح الموجودة او المراكز اللي خاصة بالتكنولوجيا والحاجات اللي هي طبعا فيها كل المراكز السوفت وير والحاجات اللي هي خاصة بقى بالتكنولوجيا وخاصة بالحاجات دي، ومن هنا بقى اسمها القرية الذكية. طبعا في الاستاد كبير رياضي موجود طبعا في مدينة دمياط الجديدة. كمان طبعا في كمان فكرة الاحياء الموجودة في مدينة دمياط الجديدة احنا قلناها من شوية، فبكده انا اكون خدتكم في جولة لمدينة دمياط الجديدة، وقلنا كل الحاجات اللي بتميز مدينة دمياط الجديدة ابتداء من المتنزهات واسماء الشوارع واسماء الشواطئ، واديتكم فكرة وجولة كده اتمنى ان انتم تكونوا اتبسطتوا معايا فيها. وانا بنصح كل الناس اللي مرحوش مدينة دمياط الجديدة، وانا عارف ان في شريحة كبيرة جدا لسه مرحلش مدينة دمياط الجديدة، اتمنى ان انتم تروحوا وهتستمتعوا جدا فيها، وهتلاقوا ان المدينة زي ما قلت هي مكان ان انت تريح فيها اعصابك، وان انت تعمل فيها ريلاكس، سواء كمقيم بتحب الهدوء، سواء كحد بيحب ان هو يتفسح في مكان جديد. وطبعا مدينة دمياط الجديدة هي مدينة موجود طبعا على ساحل البحر الابيض المتوسط، وكمان موجودة قريبة من منطقة الدلتا، كل سكان المحافظات زي اللي في المنصورة، محافظة الدقهلية طبعا، محافظة دمياط، محافظة بورسعيد، محافظة الغربية،
كل المناطق دي، سهل ان انت تروح لمدينة دمياط الجديدة. فطبعا الموقع بتاعها كمان والهدوء بتاعها خلالها اهمية كبيرة ان احنا نبدأ نروح هناك. انا بنصح كل الناس ان هي تروح لمدينة دمياط الجديدة، واحدة من مدن الجيل الاول المستقبلية في مصر، واللي ان شاء الله هتكون على الخريطة السياحية العالمية. واتمنى ان انتوا تكونوا بسطتوا معايا لجولة جديدة لمدينة دمياط الجديدة، وان شاء الله نكون قريب لمكان جديد ولجولة جديدة ومدينة جديدة في مصر. واتمنى تكونوا سعدتم معايا، واشكركم جدا. كان معاكم شادي البيالي، خبير سياحي ومستشار سفريات. زيارة المكان بصحبة فلان، اعداد واخراج سعدية حسين، والمونتاج لرحاب عكا.